شوية شوية مخلص مخلص ما مخلص ركب ركب السيارة ركبي. يلا ابوي بسرعة ترى تأخرنا على الجماعة. هي والله هي والله هي والله هي والله هي والله ها خلاص ها 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 خلاص ها يلا. أقول ما تعتقدي أنهم بيوافقوا يعني؟ طبعا بيوافقوا، هم يحصلوا أحسن منك حبنتهم. يعني هم يعرفوا أني أنا حائز على الجائزة الأولى العربية في الأدب؟ بيسألوا دام أنهم عارفين سبب زيارتنا. يلا ولدي تأخرنا عليهم يلا بسرعة. إن شاء الله إن شاء الله. يلا يلا. ما شاء الله عليك يا الميم، ما تنسي لا حشا وسوالف طاف عليها سنين ما شاء الله تتذكريها. اسمعني يا ولد غازي، احنا وياكم حسبة اهل. ابوك الله يرحمه غازي وابو امين كانوا مثل الاخوان، عشان كذا انا ادخل في الموضوع على طول. الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنة ويطيب الله ثراهم، قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. ورباب أختك ما شاء الله عليها ما شاء الله، الله يحفظها يا رب العالمين، كبرت وصارت عروس. ومنين ماشي صغير ولا ويكبر؟ معلوم معلوم، عشان كذا ولدي أمين قزر حياته كلها في الأدب بين الكتب اللي يكتبها، وما تزوج والحين عاد قرر انه يتزوج لانه خلاص كمل الحمد لله رب العالمين والكمال لله، فما يستوي رجال ولا حرمة ما يتزوج ويكمل نص دينه. معلوم معلوم، عشان كذا احنا جايين نخطب رباب حال ولدنا. وهذه الساعة المباركة وانا وين القى احسن من الاستاذ امين لاختي رباب؟ ما شاء الله أدب وأخلاق وتربية، وما شاء الله إنسان أديب واسمه لامع في البلد، بس المشكلة. مشكلة؟ هذا لا، قلنا لك تأخرنا، هذا الحين هم خطبوها. لا 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 مخطوب ولا شيء، الكذب خيبة، بس البنت ما تريد تتزوج إلا لاعب كورة مشهور أو مطرب معروف. صراحة بنات اليومين غريبات، ما تعرفوا ايش يبغين، يعجزن الواحد بصراحة يعجزن. والله اني مستحي منكم، وقدين ناس جاي يخطبوا بس رفضت، وملزوم علي ملزوم، يا لاعب يا مطرب مشهور. صراحة أنا مستغرب، يعني سادس مرة نروح نخطب وما نتوفق. صراحة أنا حاسس إن في شيء إحنا ما عارفينه بصراحة. خلي إيمانك بالله قوي يا ولدي، بعدين أنت لا أول ولا آخر واحد يعني. يا أمي أنت ما قصرتي، سويتي كل اللي عليك، والناس بعد ما ينلاموا أنا اللي مأخر زواجي. بعدين يا أمي هما ما يعرفوا اني انا امين اللي ماخذ الجائزه الخاصه بالادب، الجائزه الكبرى يعني الاولى. عشان كذي لما احنا نخبرهم ان هذا هو امين المحصل على جائزه الادب ينصدموا. لا 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 لا، هالكلام ما صحيح، هالمره انا اتحمل المسؤوليه. يا امي خلاص انت سويت اللي عليك وكل شيء قسمه نصيب وانت ما قصرت. لا يا ولدي لا، هالمره مسؤوليتي انا، وديتك عند ناس لا يعرفوا قدرك ولا يثمنوك. يمكن يمكن، لكن انا اقول ما بدي ادعي له يا ولدي. عبد الله عبد الله قدام عيوني ونسيته تماما، وديتك عند غازي عشان اخطب لك بنته. هي لكن ايش اقول، ما جاء على بالي ابدا هذا عبد الله. من عبد الله؟ عبد الله ولد خالتي. عبد الله ولد خالتي؟ ايش؟ ايوه ايه. تذكرته؟ تعرفه؟ ايه.
تتذكر ان عنده بنت اسمها زهرة؟ ما شاء الله عليها، ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ها؟ زهرة الصغيرة التتونة؟ لا يا حبيبي، زهرة خلاص كبرت صارت عروس. لكن ايش اقول، انت اللي شاغلت انك هذه الكتب والادب والدنيا ما سأل عنها ابدا. زهرة يعني كبرت واستوت عروس؟ اي، ما تتذكر زمان زمان كنت اكتب لها الشعر؟ ما تتذكر شعر كنت اكتب لها؟ كبرت كبرت ما شاء الله عليها. خلاص يا ولدي اطمن، ان شاء الله انا اصير اخطب لك اياها. تخطب لي زهرة؟ ايش رايك؟ تمام، عقب صب لي قهوه. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك. أبو صلاح، خير إن شاء الله. أفا، إيش هذا النفس العميق؟ هون هوتهون يا أخوي، خير؟ إيش مستوي؟ شفت كيف يا أستاذ أمين؟ كتب وروايات قيمتها ذهب طايحة في كبدي، ولا واحد مرة فكر بالغلط يجي يشتري كتاب. هذا رزقي ورزق عيالي، على كيف أعيش؟ طيب ما سألت نفسك يا أخوي إيش السبب؟ ما أعرف، صدقني ما أعرف. الشيء الوحيد اللي أعرفه أنه بعد أيام شكلي أنا أمد يدي للناس وأقول لله يا ناس لله بعيش. معقولة؟ كتب وروايات ما حد فكر يجي يشتري منها؟ معقولة؟ معقولة يا أستاذ أمين، معقولة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيش أقول بس، إيش أقول؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ولدي، إيش تبغى من كتب؟ شي عندكم قرطاسيات للأطفال؟ دفاتر، أقلام، مساحات؟ لا يا ولدي، ما عندنا. عندنا كتب كانت تبغى. ديوان أبو الطيب المتنبي، مقدمة ابن خلدون، الرحيق المختوم، تبغى هذه الكتب؟ لا أحسنت، أنا باغي قرطاسيات. للأسف يا ولدي ما أبي أي. أحسنت. شفت كيف يا أستاذ أمين؟ شفت كيف لما أقول لك أن زمن القراءة والكتب والروايات انتهى؟ هذا زمن الكمبيوتر، زمن التلفزيون، زمن النت، الفيسبوك والتويتر. زين أبو صلاح، إيش الحل في الحالة هذه؟ ما في حل غير اني اقلب المحل لمحل اخر. كيف يعني تقلب؟ يعني ما فهمتك. يعني احول بقاله مثلا او قرطاسيه. قرطاسيه يا ابو صلاح؟ قرطاسيه؟ وهذه الكتب المتكدسه الكثيره كيف تتصرف فيها يا ولد الحلال؟ ما يستوي. انت عندك حل استاذ امين؟ عندك حل؟ والله ايش اقول لك انا. قلت لي كم رصيدك؟ أنا الحمد لله يا عمي، الحمد لله رب العالمين، يعني عندي الحمد لله 10 روايات و3 مسرحيات وفائز بجائزة الأدب العربي من 9 سنوات. إيه نعم، عندي 3 مسرحيات مشهورة جدا، يعني هي الريح الثرثارة والطفل الحزين والبحر، لا الطفل العجوز والبحر الحزين. هذه الروايات يعني كلها. ما أكلمك عن رصيدك الأدبي، بس باختصر لك الموضوع. عندك بيت ملك إلك؟ لا. والبيت اللي ساكنين فيه؟ بالأجار، لكن إن شاء الله المستقبل القادم إن شاء الله أمين ما بيقصر بإذن رب العالمين. الله كريم. وكم الراتب اللي تاخذه؟ الحمد لله رب العالمين، أنا راتبي 700 ريال يا عمي. نعم 700 ريال، 200 يروح للبنك يعني يخصموها مني، و500 ريال الحمد لله أنا والوالدة وإن شاء الله المستقبل. يعني
أمين أنت ما غريب منا وفينا، بس الزواج مسؤولية، ويا دوب الراتب يكفيك أنت وأمك. بنتي مصروفها في اليوم ما أقل من 50 ريال، وهذه بنتي وأنا أعرفها، ما بتقدر تصبر معك. والحياة ما كتابة روايات وقصص وبس. زين يا عمي إيش تبغاني أسوي يعني؟ انتبه لنفسك يا أمين وشوف مستقبلك. إن شاء الله يا ولدي، الله يوفقك وتاخذ جائزة ثانية إن شاء الله. يسفني أقول لك إن الجريدة موقفة مؤقتا نشر القصص والروايات على صفحاتها الثقافية. أنا على بالي أنت تعرف. والله يا أستاذ أنا ما أسمع هذا الكلام للحين منك. طيب إيش السبب؟ والله عندنا ضغط غير طبيعي على صفحات الشعر الشعبي. مثل ما تعرفت إن الشعر الشعبي حاليا لجمهوره، وما بس في الجرايد حتى في التلفزيون الإذاعة. بيني وبينك أنا ناوي ألغي كل الصفحات الفنية وأعوضها بصفحات للشعر الشعبي. طيب أنت إيش رأيك تكتب لنا شعر شعبي؟ وأنا بنفسي أنشر لك إياهن في هذه الجريدة. أستاذ أمين؟ فالح؟ إيه فالح. والله حتى ما عرفتك. علامك كذي مغيب استاذ امين، عسى ما شر. ماشي سلامتك سلامتك. طيب طيب استاذ امين تفضل اركب معي. بس الظروف والمسؤوليات الاسريه يخلوا الواحد يحط اولويات في حياته ويتعامل بواقعيه اكبر. بس الادب، وعشان اكون صريح معك، الادب هذا ما يأكل عيش بصراحة. وبعدين يا أمين، أقصد يا أستاذ أمين، أنت كان عندك موهبة التعليق، يعني كان بيكون لك مستقبل فيها. غريبة يعني ما أدري ليش ما استمريت. أنا يا فالح الأدب خذ كل وقت. أقول نهاد، تشوفين الريال اللي جالس هناك؟ ما كنا المذيع فالح؟ هي والله هو، قوم نسير نتعرف عليه. أنا ما أتوقع الحياة بدون أدب. الحكمة تقول لا ميراث أنفع من الأدب، ومن قعد به نسبه نهض به أدبه. مساء الخير. مساء النور. مساء النور، أهلا وسهلا. أستاذ فالح تصدق أنا اليوم وايد وايد فرحانة وأحسد نفسي على اللحظة هذه. أستاذ ممكن توقع لي؟ تشريف. عفوا اسمك؟ أنا اسمي نهاد وهذه صديقتي بدرية. أنا بعد سعيدة بوجودك، وبصراحة كنا نتمنى نشوفك من زمان، ما نشوفك غير في التلفزيون. طبعا أعرفكم صديقي الأديب أمين، أعتقد سمعتوا عنه أو شفتوه من قبل. تفضل. شكرا استاذ. تتوحد فيك هناك تحت الصاله. ما في مشاكل مع السياره، تفاهم علي شنو؟
اجيب لك شيء. مغرق طوالي على اليسار، ما نبي صبر. ايش تريد تشوف؟ حري جبل فندق، ها؟ رياضة ولا شعر؟ حالك ما يسر، حالك ما يسر يا أمين. بعدين أشوفك ما طبيعي، لا تجلس تضايق نفسك، الدنيا ما ساوية. يا أمي ما في شيء، والله أنا بخير. هذا أنا جالس آكل وأشرب وأتقلب وأقلب القنوات. على فكرة في برامج كثير حلوة، في رياضة وفي شعر وفي فيديو كليب. برشلونة أمس غلب، الشاعر صنقاح ان شاء الله بينزل ديوان الثاني، لا وبعد بينزل شريط في السوق. يا امي والله ما في شيء الا اذا انت شايفه شيء ثاني. تتذكر عبير؟ اي عبير؟ عبير اللي فلعتك في راسك يوم كنت صغار، تتذكر؟ عبير، ايه عبير، هذه الله يهديها كانت شيطانه. ليش حد فلعها؟ ما شاء الله عليها، كبرت وصارت عروس. الله يخليش أمي، الله يخليش، سكت عن هالسالفة خلاص، عفت نفسي. الله يهديك يا ولدي، أنت اسمعني بالأول، لا بروك ولا زوجته لهم سالفة في الموضوع. هذيل يا ولدي عايشين مثل الأجانب، ما حد يتدخل في الثاني. تعرف لما أختها الكبيرة تزوجت، خطيبها قال بيت عندهم، استقبلته وتناقشوا وجلسوا يتفاهموا على الزواج، وبعدين طلبوا بروك. ما شاء الله ما شاء الله، والله هذه حرية حلوة وانفتاح. هذا الكلام ما يصير، احنا قلنا انفتاح وقلنا حرية، بس حد ما لدرجة ان الواحد لما يروح يخطب يقول انا جاي اخطبك خلينا نقعد مع بعض كذا نسولف ما اعرف ايش. لا لا لا، كل شيء له حدود، احنا لنا عاداتنا وتقاليدنا، عاد ما نفتح الابواب لهالدرجة، مستحيل مستحيل. امين الله يهديك، بس لا تجلس تصعب الموضوع، خلاص انتهينا منها. البنية انا سألت عنها، اخلاقها حلوة وطيبة، ما شاء الله ما شاء الله عليها، وعيونها مثل عيون المها واسعى ما شاء الله. خلاص انا سائله عنها، اطمن انت، واذا كان على ابوها فبروك ما دام انه راضي، احنا ايش يخصنا، ما يهمنا. تعرف ما شاء الله على عبير، غير الديكور البيت بالكامل، شوف كيف بيتهم صاير حلو، ما شاء الله ما شاء الله. اتمنى انها بس ما تغير بيتنا. سوري خالتي، سوري أمين، تأخرت عليكم عشان قدتي درجتها وايد مرتفعة، بس عطيتها الدواء ونومتها. ها أمين، شو أخبارك؟ شو مسوي؟ قالوا لي صرت أديب معروف. إيه نعم، أنا يعني لفت كتابين، الصفحة المطوية والرماد الساخن، يعني محاولات في الكتابة. أنا عبير جاي أريد أدخل معك في الموضوع على طول. Of course أمين، تكلم ولا تتردد. أنا بصراحة جاي يعني عشان أخطبك لنفسي. تعرفي أن أمين حاط عينه عليكي من زمان وجاي خطبك. أوه
شيطان أمين. بس يا خالتي بصراحة أمين جنتلمان، كله ذوق وأخلاق. بس يا خالتي أنا مرتبطة بشخص تاني وهم قريب بنتزوج. منو؟ نعرفه؟ أوف كورس خالتي، إنسان مشهور جدا. أديب؟ دمك خفيف أمين. وهب، مخرج تلفزيوني. منو؟ وهب. بعد شوي بمر علي وبنطلع نتمشى، وبعد أسبوع بتكون خطوبتنا، وبعدها بنسافر برا أنا وياه. وبروك؟ قصدي أبوش يعرف؟ أوف كورس أنتي. أمين؟ نعم. نروح؟ أوف كورس أمي، نروح. ألو، مرحبا. هلا هلا فاطمة، كيف حالك؟ الله يسلمك ويعافيش. بغيت أسألش عن بنت هذيك جيراننا، أي اللي جنب بيتكم. أي بنتهم تزوجت؟ لا، أنا بغيت أخطبها حال ولدي. تعرفي ولدي كاتب كبير، أديب مشهور، هي يعني كل العالم تعرفه، فبغيت يعني أخطب لبنية. أيوة. طيب. لا ترى هي ما مال عمرها كذا يقارب الثلاثينيات. ما بعد ولدي ما شاء الله عليه. أي كم يعني عمره؟ 46، 47 كذاك، يعني في الأربعينيات، صغير بعده. رابع، ما في نصيب. خير إن شاء الله خير. يلا حبيبتي، مع السلامة. أيوة. اهلا اهلا، كيف حالك سلمى؟ كيف صحتك؟ بخير، يعطيش العافيه. بغيت اسالش، بنت اخوش تزوجت ولا بعدها؟ ها؟ لا هو انا بصراحه يعني جالسه ادور حال ولدي. حرمه هي. لا هو ما كبير. لا 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 لا، اصغر. لا اصغر. ايه كيف؟ لا هو يعني تقريبا كذا ما 46، 47، صغير يعني، صغير. ايه بعده شباب. وهي مخطوبة؟ يلا خير ان شاء الله، يعطيش العافية حبيبتي. الله يسلمك، حياكي، مع السلامة. تسوي كذا؟ معقولة تقلب المكتبة إلى قرطاسية؟ إيش أسوي يا أستاذ أمين؟ إيش أسوي؟ الناس ما عادت تقرأ، ما عادت تهتم بالقراءة أبداً. زمن القراءة انتهى مثل ما قلت لك قبل. شوف الناس، شوف بعد ما حولت المكتبة إلى قرطاسية، شوف الزحمة. يا رجال ما باقي إلا شوية كنت أفلس. معقولة؟ معقولة يا داود؟ انت تبيع محايات وبرايات وقلامة لا وملصقات بعد؟
وبعدين بفتح ركن عائلي، ابيع صحون ومواعين. لا ارجوك، صحون ومواعين ايش؟ لا كفايه القرطاسيه ولد الحلال. ما يضر يا اخوي ما يضر، تعرف ليش؟ لاني شفت اكثر الناس بوقيه هنا ما شاء الله حريم، والحريم ما يخلي قدامه يشتري كل شيء. يا رجال اضرب عصفورين بحجر وتشوف كيف اربح ذهب. وانا انا صار لي اكتب في هذه الروايه 7 اشهر، ايش اسوي؟ انا معتمد عليك انك انت تطبع لي الروايه، الحين انا ايش اسوي؟ قول لي يا استاذ امين، يا استاذ امين تو انا مو اسوي اضحك ولا ابكي، حالتك هذه صعبه يا رجال. قلت لك من الصبح الانترنت الغى كل شيء، الناس اليوم اذا تبغى تقرا بس زر واحد الانترنت وتحصل موضوعها بسرعه، ما تجي عندي ولا عندك. الله يهديك يا رجال. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اطبع وين؟ من اطبعته؟ يوم قل سقاط وروايات العشق والمراهقه هي بتمشي. استاذ. نعم. انت بلغته ان الاديب امين يطلب يقابله؟ طبعا قلت له، وهو سألني عنك بالضبط، بس مثل ما قلت لك ان الرجال مشغول كثير في هاليومين، انت لو تحط رقمك عندنا وبنتواصل معك في اقرب فرصة. لا انا بنتظر هنا، ما عندي رقم. خذ راحتك. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا يا طويل العمر، هذه الساعه المباركه. تفضل تفضل طال عمرك. المدير العام موجود؟ موجود طال عمرك. اعذرني ترى جيت بلا موعد، اخاف يكون مشغول. لا ابد طال عمرك، انت تتشرف عندنا. بس لحظات اشوف لك اياه. تفضل. ايوه طال عمرك، عندنا ابو مشاري اللي تفضل عندك. تمام ان شاء الله. تمام تفضل طال عمرك. تفضل. Thank you.
المولود.